منظمة قافلة ولائية تخص المناطق المعزولة خاصة المناطق خارج نطاق الولاية كالشاب وحمامة العيسى نتوسة بداي مناكوش، وقمنا بالتنسيق مع جمعية أبناء المحسنين بتوفير المواد الغذائية والتنسيق مع البلديات، وقمنا بالتنسيق مع الدوائر، والحمد لله نشكر المحسنين أننا كوننا قافلة ما شاء الله حوالي 600 قفة توزعها على المناطق المعزولة. كما تم 200 قفة حوالي على مدينة المناطق المعزولة لنا في داخل خنشرة طور خنشرة، توزيعها كما نقولوا هنا دوميسيل على البيوت، كل واحد عندنا رقم تاعو وصلنا له مناكوش. هذا برنامج تاع جمعية كاف اليتيم الولائية. كما تم برنامجة في الشهر رمضان معمر القافلة الثانية إن شاء الله ستكون في نصف من رمضان، كما برنامج الختام الجماعي مع التنسيق مع البلديات مناكوش تحت إشراف الجمعية الخيرية الوطنية وجمعية كاف اليتيم الولائية. برنامجها إن شاء الله تكون بختام جماعي مع حضور كل المكاتب الولائية والبلدية، كما إن شاء الله آخر اسمه آخر رمضان نشوف البرنامج إن شاء الله توزيع الملابس لفائدة الأيتام دائما أذكر المناطق المعزولة الفقيرة، وهذا في ظل جائحة كورونا وعام جفاف. شوف ان شاء الله ناخذ بعين الاعتبار هذه الفئات المحرومه.